حبايبي مساء الفل، اهلا وسهلا بالحبايب. كالعاده اللي صرنا عم نسمعها ونشوفها من العين وعم ننبسط بهيئه الترفيه اللي المستشار تركي آل الشيخ، هذا الرجل العظيم المحترم اللي عم يقدم لنا الفن الراقي وعم يسعد الناس، واللي بيسعد الناس الله بيسعده. واليوم انا كتير لفت نظري وكتير انبسطت كتير انه موسيقار عربي كبير استاذ محمد الموجي اليوم جاي، الاستاذ وليد فايد موزع والفنان الكبير العازف، والاستاذ ايضا يحيى الموجي كمان، هدول اللي زهرة مصر الحبيبة اليوم عم يقودوا هالفرق الجميلة بألحان الموجي، ان كان موسيقى او مغنى. هذا شيء عظيم وجميل جدا جدا، وهذا يفتح الابواب لنافذه جديده. احنا عم نسمع النجوم الموجودين حاليا وكثر، لكن هاي فكره ورؤيه جديده كثير جميله. يعني اليوم انا لما عم اعيد الحان الموجي اللي ملأ الدنيا وشغل الناس، هذا شيء عظيم، عم نذكر ماضينا المجيد الجميل. اليوم حبيبنا واخونا المستشار تركي آل الشيخ، هذا الانسان الرائع اللي هلا دخلنا على السكه الحقيقيه اللي بتوصلنا الى لكل الناس، لانه اليوم في شباب ما عم يعرفوا الماضي اللي هلا بتقول لك هذا مضى ما لهم علاقه فيه. لا، يجب نحن عرب نعرف الماضي والحاضر من خلال القراءة، من خلال المطالعة، من خلال النظر، من خلال السمع. لازم نعرف أمجادنا، نعرف شو عملوا أسيادنا، نعرف شو عملوا أجدادنا بكل شيء، لأن الثقافة بحر محيط ليس له نهاية. فاليوم كتير أنا سعيد أشكر كل واحد قام في هذا العمل، وأني عدد كبير، وأيضا تحية حب مني ومن المخرج الأخ العزيز عمار، وبطاقة حب ووردة حمراء برائحتها الجميلة تصل إلى مملكتنا العظيمة المملكة العربية السعودية. تحية لكم جميعا، وإن شاء الله الأيام الجاي بتكون كلها منورة مثل هلا ما عم تنور بالموجي، بتنور بأمثال الكبار مشان ما يضيع حق حدا. حبايبي لكم كل الحب وأهلا وسهلا. فارس النغم الملحن والموسيقار الكبير الأستاذ محمد الموجي. الأستاذ محمد الموجي تاريخ رائع وجميل في الموسيقى العربية. الأستاذ محمد الموجي هو صديق أستاذ عبد الحليم حافظ وبليغ حمدي وكمال الطويل. بنشوف الأستاذ الموجي بألحانه الرائعة العربية الأصيلة اللي تغنت على ألسنة المطربين ودخلت التاريخ. لو قلنا ولو كانت الألحان قليلة لسيدة الغناء العربي السيدة أم كلثوم، شوف اللحن الغريب، اسأل روحك، الصبر حدود، حانت الأقدار. شوف أنت بفيلم رابع العدوية بتكون بتغني السيدة أم كلثوم حانت الأقدار، شوف هذا اللحن الصوفي الكبير، شوف فلسفة الموسيقى. بنشوف مع عبد الحليم الله الله الله، بتشوف عامل له عمل صوفي ديني بقشعر الأبدان. بتشوف الأستاذ الموجي كيف السنباطي كان يعني فلزة كبده أعطاه لأم كلثوم عصارته الفنية، كذلك الموجي أعطى عصارته للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. بتشوف كامل الأوصاف الرائعة تدخل القلب، بتشوف جبار جبار، شوف الصنعة، شوف كيف عاطيه لعبد الحليم، فارضه على المطربين انه هو صويت مع حب كتير لعبد الحليم، هذا الانين الجميل هالناي الرائع، لكن فتح له صوته يعني عطاء ابعاد الصوت الحقيقية. وخذ بقى شو عطاه قصائد، عطاه قصيدة حبيبها لست وحدك حبيبها، شو اللحن هذا بياخذ الروح. هلا نحن منشوف البدء، كان شهرة عبد الحليم كان في لحنين على قد الشو للأستاذ كمال الطويل، وصفيني مرة للأستاذ الموجي، فتحت السبحة مع العندليب. منشوف بأبي فوق الشجرة
بليغ موجود، عبد الوهاب موجود، القفلة كانت للأستاذ الموجي، مشيت على الأشواك. اسمع هاللحن قديش في صنعة وقديش في صدق وقديش في طرب وقديش في جمال. حتى إن أتت أغنية جديدة اللي هي قصيد للأستاذ نزار قباني، رسالة من تحت الماء. هون منشوف عظمة الموجي بالموسيقى، يعني منزل اليوم في تصوير وفي نغمات ما حد كان قبله منزلها، مثل نغمة أثر الكرد، حتى التوزيع الموسيقي كمنجة كهربائي لأول مرة. منشوف أغنية دخلت التاريخ من الصنعة الجميلة، حتى إن أتت أغنية الخاتمة للعندليب العظيم عبد الحليم اللي هي قارئة الفنجان، حتى هي خاتمة للموجي بالصناعة الموسيقية، لأنه رجع عمل، عمل مثلا لنجاة، عمل كتير، عمل لوردي، عمل لوردي ألحان بتجني، أكذب عليك قديش عظيم هذا اللحن، اسمعوا شوفوا قديه في تقل. لكن قارئة الفنجان له حبكة غريبة، يعني له صنعة بكلام الأستاذ نزار قباني. احنا عم نحكي هون بين قصيد غير غناء، يعني غزلي. منشوف الأستاذ الموجي هون يعني يتفوق على حاله بقارئة الفنجان، ودخل التاريخ من أبوابه العريضة إلى هذا العظيم. بتلعز يا بتنا قديش حلو اللحن، يما القمر على الباب قديش حلو قديش في صنعة. الأغنية اللي عمليتها فايزة وصارت تغنيها الناس في الشارع، أنا قلبي لك ميال وما فيش غيرك على البال، قديش لحن طربي وجميل ومهضوم ورائع. في أغنية وأنا طفل كنت اسمعها من شادية، غاب القمر يا ابن عمي، ما أشبع من هذا اللحن. وأنا طفل كنت السهاوي اسمع، بقيت معلقة براسي حتى أن وعيت ودورت لقيتها هاي للأستاذ الموجي كمان. اسمع لحن عزيزة جلال هو الحب لعبة، اسمع هاللحن قديش في أناقة وقديش في جمال وقديش كان ذكي بحفظ الأصوات. فالأستاذ الموجي يعني أعطى وأعطى، أعطى الكثير. يعني أنا بسمع أغاني الصبوحة، أعطاها كل لحن أجمل من الثاني، ألحان جميلة في القدم. كان التنافس بينه وبين العظيم فريد على صباح، كل واحد مين بده يعطي أجمل من الثاني، وكان دارج موضة هاي الأغنية الطربية الصغيرة. منشوف بالأخير الأستاذ الموجي يعني وجد ضالته مع نجاة، عيون القلب ما بتنمشي، الله شو هالأغنية. فمنشوف الأستاذ الموجي يعني ما أعطى حدا إلا مكان العطاء الأجمل، أداؤه الرائع، عزفه على العود. الأستاذ الموجي أستاذ موسيقار، حتى الأستاذ الموجي يعني عطى كمان الأستاذ هاني شاكر، عطى كمان ألحان حلوة. وهذا الفنان الكبير ما بيموت من أمثال الموجي، هدول بيموتوا أجسادا لكن أعمالهم هي الخالدة، نحن اللي منعيش على ذكراهم. جبار، يعني أنا بشوف في هذا اللحن العظيم فعلا بتميز الموجي عن بقية أغلب الملحنين، للذكاء اللي كان عنده ولصبره على اكتشاف النغمة وعلى تركيب النغمة وعلى تصوير النغمة. قدر يحسسنا أنه عبد الحليم لما بيصرخ جبار، حسسنا أنه عبد الحليم يملك أكتافين، وهو معروف عبد الحليم صوت رقيق ناعم جميل، رنته حلوة لكن ما فيها المساحة. لكن الجميل فيه أنه هو الأداء السليم وهالرنة الحلوة البراقة، هاي ميزته عن بقية المطربين في العالم العربي. طبعا جبار أغني ليست بالأغنية المسمية الطربية، يعني ليست هي الأطلال أو ما شابه ذلك، هي أغنية درامية عم تحكي قصة، مثل رسام عظيم قدر يرسم لنا لوحة، وهيدي بتحكي من فيلم معبودة الجماهير مع السيدة شادية، والحب كيف كان وكيف صار تغير. هالملحمة هيدي كانت عم تشير على هذا الأداء الرائع السليم، مع العلم أنه الأستاذ عبد الحليم حافظ لم يغني هذه الأغنية لايف، غناها مرة واحدة فقط في الاستوديو، أكيد لصعوبة الدخول، لأنه فيها غرابة، فيها غرابة فعلا. هلا منشوف دخول الأغنية، نقرأ هيك خفيفة على الجيتار الحلو، بعدها بتدخل هالإيقاعات، هالإيقاعات اللي داخلي بالصخب بخوف، بعدها بتلحق الكمانجات كلها بس مشان بده يدخل جبار. يعني عم يصور لك الموسيقى، صار عندها انفعال، الموسيقى عم تنطق.
طبعا بعد هذا الزخم الإيقاعي الضخم والكمانجات ونغمة الكورد منشوف الأستاذ عبد الحليم عم يدخل على الحجاز، ولو أنه كله قلت لكم بيتاخد من بعضه وفي شيء بيلبق لبعضه وفي شيء بيصور لبعضه، لكن هون مختلف أنه هون كورد وهون حجاز، ودول العباقرة معروفين الكبار كانوا مشهورين بهذا الفن التقني العظيم. مع العلم العرف السائد في الغناء العربي، والله أنا بدي غني أغنية بيات على الدقا، فوت دقا وبرجع بقفل على بيات الدقا، كمان الكبار عملوها. إلا أنه هون صار في تغيير، أنه الإنسان بحق له يروح وين مكان، المهم ما يكون في عزل، ما يكون في شيء متناقض، في شيء كله قريب على بعضه. مثل العميل رسم رسمي بيحط ألوان، كل لون بيشدك أكثر. هذه بقى بتبقى ذوق الموزع وذوق الملحن، وهذه يعني موهبة كبيرة. أول شيء الموهبة كبيرة كتير، الموهبة كبيرة كتير. نشوف هون لما بيدخل الأستاذ عبد الحليم حجاز وبعدها بيفوت بيصير يلون على النهوان، معروف اللحن بقى وين بتروح وبتجي، هالملحمة الموسيقية أو هالقطعة الدراما اللي هي عم تحكي لنا قصة حب فيها شكوى، وكانت أغنية فعلا وبقيت خالدة. وأكبر دليل على ذلك اللي غنوها كثر بعد العندليب، ولا واحد قدر يغنيها مثل عبد الحليم. أنا هذا اللي شفته، والعندليب النالكون كتير ناس بتوقع بهالفخ. باختصار أن الأستاذ الموجي صاغ هذا اللحن تيكون من أهم الألحان في الغناء العربي. منشوف بعظمة الأغنية لما بيقول يا معلمني الحب يا ريتني ما تعلمت، شوف الأداء عند عبد الحليم، شوف السلاسل اللي عند عبد الحليم، العسل المقطر عم يقنعك، هو عم يحكي لك القصة درامية وانت قاعد عم تسمع بخشوع على قد ما فيها صدق. من الأسباب اللي نجح فيها العندليب لأنه الأداء عند عبد الحليم سليم 100%، وخاصة هذا البريتون اللي بيدخل فيه عبد الحليم، هو عم يحكي أو هو عم ينغم، فيه سحر غريب. هذا هو السر عبد الحليم. حبيبي لكم كل الحب، وإن شاء الله إلى اللقاء دائما على الخير. أهلا بالحبايب. شكرا شكرا.